السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتنا مرحبا بكم معنا توجور من صفحة أذى الثقة، صفحة أذى الثقة توجد معكم دائما بالجديد خوتنا، وكما راكم في لي كومونتير خوتنا يعني رانا غنزيدو نطورو لكم في لي صالو، يعني حاجة ما شاء الله اللي نجيب لكم صالو بيلوت بزاف شباب خوتنا، واللي راهم يجوزوا في الباك خوتنا إن شاء الله ربي كاع معكم، إن شاء الله تجيبوا خوتنا، وإن شاء الله ربي ينجحكم، واللي راهم ناوي حاجة في حياتهم إن شاء الله يلحق ليها. خاوتنا اليوم جبنا لكم صالون بيلوت بزاف شباب خاوتي، يعني اللي فيه كولارا تاعو يعني لون فاتح بزاف شباب خاوتنا، فيه كري كيما راكم تشوفوا فيه سات بلاص خاوتنا، فيه بونكيطا تاع دو بلاص فوتي تاع اي بلاص فيه بونكا تاع 3 بلاص بليس فوتي تاع اي بلاص خاوتي، ما تزابيوش خاوتنا الصالون هذا يحتوي لي بي في الادر كيما راكم تشوفوا، فيه فينيسيون تاعو بزاف شابو، لي كودوار تاعو تحفه خاوتنا، كابيتوني تاعو ما شاء الله، عندك القاعدة تاعو خاوتنا دي طروف رسولي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، فيه فوتي تاعو كيف كيف خاوتنا، هنايا فيكسي ماشي دي مونطاب، شوفوا فينيسيون خاوتي من بون خاوتنا، فوتي تاعو تاع اون بلاص شوفوا فينيسيون تاعو، يعني بزاف شباب يعني تريح الهز ما شاء الله خاوتي، كنتو مع صالون بيلوت خاوتي، سعر تاع صالون هذا يوسي 16,800 خاوتنا، وفيه مساعدة، وما تنساوش خاوتنا لي كام تاعنا راكم تعرفوهم مايا سولو وانزو خاوتي اللي بزاف شابين، وكثروا لنا ملي جابوا لي كومونتير ولي زابوني، وكيما يقول لك ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة، سلام. أحبابنا ومتابعينا الكرام، يشرفنا إعلامكم بأن قاعة عرض محل أثاث الثقة متواجدة فقط على مستوى مدينة القليعة بحي كركوبة بالتحديد أمام مخبر تحاليل الدم، وأي محل خارج مدينة القليعة هو مجرد تقليد، نحن الأصل والباقي تقليد.